شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة كل الدعم والتقدير لقيادات الأزهر الشريف ورجال الأزهر الشريف وطلاب الأزهر الشريف. الحقيقة سيادة الرئيس أنا رصدت معلومتين لهم دلالة في منتهى الأهمية. إحنا سنة 2014-2015 حول 88 ألف طالب من التعليم الأزهري للتعليم العام، ولم يحول إلا 6000 من التعليم العام إلى تحويل الأزهري. سنة 2022 حول 60 ألف طالب من التعليم العام إلى التعليم الأزهري، وستة آلاف برضو من التعليم الأزهري إلى التعليم العام. الحقيقة ده دلالة واضحة جدا على إن إحنا عندنا ثروة العلمية وإقبال الشباب والربط بين العلوم العملية والعلوم العلمية مع الشريعة الإسلامية هو منارة كبيرة. لاحظت يا فندم الملاحظة الثانية إن كل جامعات مصر المغتربين فيها 20 ألف، لكن المغتربين من 100 دولة في الأزهر الشريف 40 ألف. الحقيقة دي أرقام يجب أن نتوقف أمامها، لأن احنا بنسوق علم وبنسوق شريعة وبنحط مكانة علمية متميزة لمصر حول العالم كله، وبنتكلم عن الإسلام الوسطي وبنتكلم عن شباب مصر المستقبل اللي بيجمعه بين العلم والدين. الحقيقة أنا بحييهم وأطالب كل الدعم والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف بكل رجالها عشان احنا نقدر نضاعف هذه الأرقام وتبقى منارة علمية في كل الدول العالم الإسلامية وغير الإسلامية، عشان نقدر نقول ده القوة الناعمة الجديدة العلمية اللي احنا بنسويها على مستوى العالم، وده الحقيقة بيفيدنا في العلاقات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم. انا حسن المبدأ بحيي الحكومة عليه وموافق عليه، وشكرا سيادة الرئيس.